بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا سادة مكملين بدرس المستوى الإحداثي. المرة الماضية تعلمنا كيف إحنا نرسم نقاط على المستوى الإحداثي. اليوم اللي بدنا نتعلمه إنه المستوى الإحداثي موجود قدامك، مرسوم كل إشي، وهي النقاط ألف باء جيم دال ها واو وزين. فالنقاط موجودة عندك، اللي أنت بدك تعمله إنه أنت بدك تحدد قيمة هاي النقاط، تمام؟ هلأ ما بعرف بس غالباً هذا أسهل. فلو تيجي هون على ألف، هاي نقطة ألف، بدي أشوف هي شو السينات عندها، مش هي سين وصاد، بدي أشوف شو السين وشو صاد. فلما تيجي هون هاي ألف، شو السين؟ هي واقفة عند مين من السينات؟ واقفة عند الخمسة، هاي خمسة، معناته سيناتها خمسة. طب طلعت للصاد؟ ما طلعت للصاد، معناته شو صاداتها؟ صاداتها صفر، فالصادات صفر لأنه ما في صاد. هي موجودة وين؟ موجودة على المحور السين، تمام؟ فإيش أنا بحددها بهاي الطريقة. هلأ نشوف اللي بعدها، نشوف با، طبعا هي السين وصاد، فوين با؟ هاي با، شايفين النقطة با؟ انزل لحد السين، شو القيمة تبع السين؟ اثنين، فهي سين اثنين. طب روح لحد الصاد، شو القيمة تبع الصاد؟ ثلاث، فهي صاد أربعة، فهي صاد أربعة. فشوف كيف بدي أحدد هاي النقاط. بروح على النقطة، بشوف شو السين وبشوف شو الصاد. السينات عند النقطة با هيها اثنين، طب والصادات عند النقطة با أربعة، فهي حددت النقطة اثنين وأربعة. طيب نيجي لجيم، افتح قوس، حط لي فاصلة، في سين وفي صاد، فباجي هاي جيم، انزل أولا للسين لأنه أول إشي دائما سين. أدي قيمة سين سالب اثنين، هاي سالب اثنين. طيب تعال لعند الصاد، أدي قيمة الصاد، هيها سالب موجب أربعة، أربعة. فشفت كيف هاي جيم بتنزلها أول إشي للسينات، لأنه السينات لازم تنكتب السين أول بعدين الصاد، لأنه الترتيب تبع الزوج المرتب سين ثم صاد. شو ترتيبها؟ سين ثم صاد، فبنزل السين بعدين بكتب الصاد. هلأ نشوف دال، نفس الإشي، بيحدد سين وصاد. هلأ مش دال موجودة على المحور السيني، معناته ما في صاد. قديش صاد؟ صفر. طب قديش سين؟ هي وين واقفة؟ واقفة عند سالب خمسة، هي سالب خمسة. فإذا النقطة دال هي سالب خمسة وصفر. هلأ نروح لمين؟ نشوف النقطة ها، شوف هيها ها، انزل من سين أول إشي، قديش؟ سالب خمسة، هاي سين سالب خمسة. طيب تعال لصاد، هاي صاد، امشي هيك هيك هيك، قدي قيمة صاد؟ سالب ثلاث، هاي سالب ثلاث. اذا موضوع انك تطلع النقطة من المستوى الاحداثي سهلة، بتروح لسين بعدين بتروح لمين؟ بتروح لصاد. طب نشوف واو، هلأ واو هيها، شفت وين موجودة؟ على محور الصادات. إذا موجودة على محور الصادات معناته سين قديش؟ سين صفر، ما في سين. قدي هي؟ صاد سالب أربعة. طيب نيجي على زين، هاي زين، تفرج من، انزل من عند هيها أول إشي، نروح للسينات، قدي سيناتها؟ اثنين. بعدين تعال لعند الصاد، قدي الصاد؟ سالب ثلاث، هي سالب ثلاث. وهيك بكون حددت له قيمة كل النقاط اللي هو طلبها. كان بده ألف وباء جيم ودال وها واو وزين، هي موجودة بالمستوى الإحداثي وأنا بس بدي أحدد قيمة هاي النقاط، تمام؟ فهي حددت قيمة النقاط، كتبتهم أنا وراسمهم، بس أنا شفت إيش هاي النقاط. طيب هلأ شوفوا معي، بدي أحل سؤال ثلاث، سؤال
أربعة من 80 مسائل. هلأ بسؤال ثلاث بدك تركز معي، بقول لك حدد في أي ربع أو على أي محور تقع كل النقاط الآتية دون تعيينها على المستوى الإحداثي. بدي أشوف هي وين موجودة من غير ما أحطها بالمستوى الإحداثي، وأفضل هو شو كاتب لي أرقام كبيرة، فعشان هيك مش حقدر أرسمها بالمستوى الإحداثي. أنا بس بديك تحدد الربع، هي موجودة بأي ربع؟ هلا شوف معي، خليني أرسم لك إياها هون، بأرسم الأرباع هون، هي المستوى الإحداثي بأرسمه هون. هلا شوف، تتذكر كنا شو نقول؟ كنا نقول لك هون أول وحدة هون رح يكون موجب، موجب هاي إشارات، هون رح يكون سالب موجب، هون رح يكون سالب سالب، هون رح يكون موجب سالب. هذا الربع الأول، الربع الثاني، الثالث والرابع. نيجي لأول وحدة ألف، 60 بالموجب وسالب 5، يعني إشارة موجب سالب. وين بلاقيها هاي؟ بأي ربع؟ بالربع الرابع، فبحط له بالربع الرابع. بس بده يعني أحدد هو وين بيقع. طيب هون ب 1 و5 موجب، موجب 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 بأي ربع موجودة؟ بالربع الأول، هيها صح؟ طيب اللي هون دال سالب 5 وسالب 43، سالب سالب بأي ربع بتكون موجودة؟ بالربع الثالث. طيب نيجي لجيم، هلأ جيم فيها صفر، معناته هي مش ما بتقع على أربعة، بتقع على محور، محور مين؟ محور السينات. ليش سينات؟ حكينا لكم، حكينا هذا عن هذا الموضوع بالحصة الماضية، إنه السينات هيها، لأنه السينات هي الموجودة والصادات مش موجودة، فهذا يقع على محور السينات السالبة. ليش السالب؟ لأنه إشارة العدد سالب، فرح يجي هو يمشي هون على السينات سالب ونحط سالب 100. هلأ هون هذا على محور الصادات، لأنه الصاد هي الموجودة والسين مش موجودة، لكن الصادات إيش؟ محور الصادات السالب. إذن هاي حددت الأرباع أو هو وين موجود على المحاور ولا بأي ربع من غير ما أرسم. لازم على طول تضلها هاي الرسمة ببالك، الربع الأول موجب موجب، الربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث سالب سالب، الربع الرابع موجب سالب، هاي لا تنساها. تمام، هلا بدنا نشوف، بدنا نرسم النقاط في سؤال أربعة على المستوى الإحداثي. الآن هاي قدامك ورقة البياني، بدي أرسم السؤال أربعة، بدي أرسم أنا النقاط زي ما اتفقنا بدنا نحل سؤال أربعة. فأول إشي بلش معي، خلينا نرسم المحاور. فهي هذا محور صادات وهذا محور سينات، ترجع معي. هلأ هي طبعا انت بترسم بمصدرك على دفترك البياني، بعدين بدي أحدد الأرقام، هي 1 2 3 4 5 هي 6 طبعا بتكمل انت لحد ما تخلص ورقتك. هي سالب 1 عندك هون، سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6
بكمل للآخر. هلا تحت هون هي واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، هي خمسة. طبعا ممكن أحتاج كمان وحدة، هي هون هي ستة. هلا هون هي سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث، سالب أربعة، سالب خمسة، آخر شيء سالب ستة. زي ما قلت لكم مش شرط يكونوا قد بعض، حكينا هاي المعلومة قبل هاي المرة. هلا نشوف ألف. ألف صفر وأربعة، هاي وين بتقع؟ على المحور. محور مين؟ محور الصادات. صادات شو؟ صادات موجب. فبروح على محور صادات الموجب، بطلع وبحدد ألف. هاي ألف عند الأربعة بالضبط. هلا نيجي لمين؟ نيجي لباء. باء خمسة وسالب واحد، في أي ربع هاي؟ موجب سالب بالربع الرابع، بالرابع. يلا هاي الخمسة، ومن عند الخمسة انزل للسالب واحد، هيها هاي الخمسة نزلت هيك وجيت من هون هيك، فهي النقطة باء. تمام. هلأ جيم، جيم سالب خمسة وصفر، هاي طالما انه الصاد صفر معناته هي على محور السينات السالب. وين سالب خمسة؟ هيها هاي النقطة جيم. هلأ نروح لدال، سالب اثنين وثلاث. هلأ سالب اثنين هيها، وين سالب ثلاث؟ لا موجب ثلاث، سالب اثنين وموجب ثلاث هيها هون، هاي نقطة. هاي بطلع من السينات وباجي من عند الصادات، هيها هاي النقطة دال. هلأ ها، طبعا هاي بالربع الثاني، نشوف ها. ها سالب سالب يعني بالربع الثالث، لما تكون الإشارات سالب سالب يكون بالربع الثالث. هاي سالب ستة من السينات، سالب أربعة من الصادات، هيها هاي النقطة ها. وسادس ركز إنه دائما تختار السين بعدين تروح للصاد. لو اجينا للنقطة زين أو واو، عندك واو، واو صفر وصفر، وينها هاي؟ هاي اللي إحنا بنحكي لها نقطة الأصل، هيها صفر صفر، هاي واو. هلأ زين، زين ثلاثة وستة، موجب موجب يعني بأي ربع؟ بالربع الأول. هايها ثلاث وبطلع لحد الستة. طبعا أنا قسم البياني تبعي مش موصل عند الستة، أنت بكون عندك لحد الستة. هاي زين. ح آخر وحدة، هاي كمان على المحور مش على مش بالأرباع، لأنه صاد صفر. إذا صاد صفر معناته هي على محور السينات. سينات إيش؟ سينات سينات موجب. فلو على الثلاث بحددها هي، بكتب هاي حا. هاي حددت كل النقاط اللي هو طلبها مني، وهيك سادس بيكون حلينا كل الأسئلة اللي إحنا بدنا إياها في هذا، يعني معظم الشغلات اللي إحنا بدنا نحلها في هذا الدرس. يا إما بطلب منك إنك عندك هاي النقاط ترسمها على المستوى الإحداثي، أو بعطيك المستوى الإحداثي وبحكي لك طلع منه النقاط، أو بقول لك حدد لي النقاط هاي وين موجودة بأي ربع. بهمني تعرف تقسم منيح، تعرف ترسم منيح، تعرف تشوف انه المسافة بين الواحد والثاني مربع، تعرف تنطلق من عند الصفر وتعد. كل التفاصيل هاي مهمة. وبهيك بنكون انهينا هذا الدرس. فان شاء الله ان شاء الله بالحصة القادمة حنبلش بالدرس
الجديد. هلا خلينا نوقف بالحصة الجاية بنبلش بالدرس الجديد إن شاء الله.